تستكثر كثير الخير. قال الإمام الكاظم عليه السلام: لا تستكثروا كثير الخير ولا تستقلوا قليل الذنوب، فإن قليل الذنوب تجتمع حتى تكون كثيرة، وخافوا الله عز وجل في السر حتى تعطوا من أنفسكم النصف، وسارعوا إلى طاعة الله، واصدقوا الحديث، وأدوا الأمانة، فإن ذلك لكم، ولا تدخلوا فيما لا يحل لكم، فإنما ذلك عليكم.